احنا اليوم في اليوم الثالث ضرب جوع كنا دخلنا فيه من نهار الاثنين 16 جوان 2014. قبل ضرب الجوع كنا خذنا مجموعه سلسله من التحركات المتعلقه بالمطلب الرئيسي اللي هو الانتداب في الوظيفه العموميه حسب المرسوم عدد 1 فيفري 2011. المرسوم هذا كما نعرف هو اللي صدر متعلق بالناس اللي كانت معنيه بدخولها للسجن على اثر قضايا متعلقه بالميسر الحق العام قضايا الراي. دونك قدمنا ملفاتنا كما الناس كل. ثم الى حد هذا اليوم ثم مجموعه كبيره من الملفات ما حلتش، ثم بيتعلت كما رفيق وليد اللي هو فات الاجل، ثم بيتعلت اللي مثلا كيفي اللي ما عنديش دوسي، رغم اللي ثم عندي ما يثبت اللي انا قدمت دوسي، عندي ورقه فيها ديشارج ما عند رئيس الحكومه. البن مسكر في علاقه بالوظيفه العموميه، مهدي جمعه قال ما عنديش وظيفه عموميه سوف بالكونكور، عنديش وظيفه عموميه خارج اطار الكونكور. توجهت حتى للهيئه الجديده هذه بتاع سي ام سدرين وخالد الكريشي، هيئه الحقيقه والكرامه، في اتصال هاتفي مع خالد الكريشي قال لي راهو اقصانا ان نرفع توصيه. الاقصى بتاع الهيئه هذه انهم يرفع توصيه للرئاسه الحكومه وقت تتشكل وتدعم الرئاسه واحد كذا، يدرسوا الملفات ويعملوا توصيه للرئاسه الحكومه. مشيت حتى عندي صديق في المحكمه الاداريه قلت له نرفع قضيه، قال لي ورقه الرفض، ورقه الرفض ممنوعه ما يعطيوهالكش في الوزاره. بعد تفكير طويل الحقيقه قررت ان ندخل في ضرب جوع. قبل باربع ايام ما صدرت بيان قلت اني باش ندخل يوم الاثنين، والدعوة مفتوحة أيضا ليست لي فقط، هي مفتوحة للي عندهم ملفات العفو واللي ما يسمى بالمفروزين أمنيا، لأنه مشكل فيهم قدماء الاتحاد العام طلبة تونس مفروزين أمنيا، وأيضا للحالات الاجتماعية، لأنه بالنسبة لي الفق تاع التحرك هذا مش ما ينجمش، خاطر قضيتي ماهيش بمعزل على قضية الناس اللي تحاكمت اليوم في بوزيد وقضية الناس اللي باش تتحاكم في توزر، وماهيش في معزل على اللي صار دانيال مول العزيز عمامي، وماهيش في معزل على المدونين والنشطاء اللي باقي اليوم محاكمات. هي قضية كل جامعة، هي شعار مركزي الثورة التونسية والمسار الثوري اللي هو الشغل الحرية والكرامة الوطنية. ناويين أن باش ندخل دخلنا في ضرب الجوع، ناويين أن باش نكملوا في ضرب الجوع حتىش أن نفكوا مطلبنا الوحيد اللي هو الانتداب في الوظيفة العمومية بموجب العفو التشريعي العام، موجب مرسوم عدد 1 ل 2011. مانيش طبيب، معناها اون برانسيب والله قالها عبد الناصر العوين اللي فات، قال اون برانسيب الناس هذيا اللي كانت تناضل في العشرية الأخرانية اللي هي الأحزاب الكلاسيكية وغيرها جبدت أرواح، الناس اللي كانت تناضل في الشارع كيف أنا مثلا مؤسس إي دي سي ولا رفيقي أيوب عمارة كان من أحد أسود الساحات في الجامعة التونسية، اون برانسيب كرمونا على الشيء اللي عملناه وعلى الشيء اللي ضحيناه. كان يتم تفقيرنا وتجويعنا وهرسلتنا وضربنا وايقافنا وكل شيء بطريقه ممنهجه، كان يتم ايقاف امي ولا بابايا. معناها الحاجات، معناها في مره نخدم في شانتي مرمى جاو الشيف قالوا له يخرج لانه يعرف السياسه، اليوم نلقى روحي في نفس السيركوي. معناها اليوم كيف الشباب اللي موجودين ممكن 47 ولا 50 دوسي من متنازعين بالعفو، معناها من اليسار التونسي فهمني، من ولاد الاتحاد ومن اتحاد المعطلين، اليوم نلقى روحنا في الشارع، نلقى روحنا حتى بماكينه.